دكتور الحبيب، كونك يعني مدير الجودة بكل يعني شفافية، كيف يعني بتتابعوا مراحل التحضير لحتى تضمنوا أيضا الجودة للزبائن؟ نعم. والمستهلك؟ هو حقيقة هذا سؤال ممكن يأخذ مدة، لكن نحاول أختصر قدر الإمكان. إحنا مثل ما يعبر عليه يعني from farm to fork، أو بالتالي أو من المزرعة إلى المستهلك، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد في أنظمة معينة. مثلا في نظام المزرعة في أنظمة مثل مراقبة أكل الحيوانات أو الأكل النباتي، أنه ما يحتوي على مضادات حيوية مثلا. بعدين لما نأتي بالنسبة للحيوان مثلا لموضوع الذبح، في ذبح الحلال له شروط تراعى، في موضوع الرفق بالحيوان تراعى، في موضوع السلامة والجودة والنظافة يراعى. جميل. كمان عند التصنيع البرجر نفسه نفس النظام، مراعاة الأنظمة أنظمة السلامة. ثم في أنظمة دقيقة جدا في المطعم من حيث الطبخ، مثلا لازم يطبخ اللحم إلى درجة حرارة معينة لكي نضمن جودة المنتج وسلامته.